الشخصيات ساكنة قنيطرة المغربية تتضامن اليوم مع الشعب السوري أبي مع سوريا مع حلب ضد عدوان إرهاب الصهيوني للنظام السوري الحالي ضد بشار الأسد ضد العدوان كذلك الروسي. للأسف هذه أنظمة تقول بأنها ديمقراطية، تقول بأنها تواقع الحرية، تقول بأنها تساند الشعوب، إلا أنها تبين العكس تماما. ها نحن الآن جميعنا نرى ما يتعرض له الشعب السوري من تدمير وتقتيل وإرهاب ممنهج. آلاف أطفال وآلاف شيوخ ونساء يتعرضون للقتل، قتل البشع